بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي هنتكلم على الكوليكشن كجينريك. احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات بس استخدمناهوش، فالمرة دي عايزين بقى نستخدمه لان هو الروت بتاع الكوليكشن هيركز كلها. يعني كل الكلاسز اللي احنا بنتكلم عليها بتبقى وارثة من الايه؟ من الكوليكشن. هو ما بيديليش غير ان انا اتريفي الداتا بس، لكن طبعا خلي بالكوا الكوليكشن برضو قايم على حاجة اسمها اتريبل، والاتريبل هنشوفه ان شاء الله. يبقى هم كلهم وارثين من الايه؟ من الكوليكشن. ففي ميزة في الموضوع ده، لو انا عامل ست، انا عامل ليست، انا عامل مش عارف ايه، كلهم وارثين من الكوليكشن، فانا اقدر اتعامل معاها بشكل عام. فانا هعمل ايه عشان اوريكم الفكره؟ هعمل فانكشن بسيطه جدا. الفانكشن دي بتستقبل بقى كوليكشن ايا كان نوعه ايه. فعملت حاجه اسمها وبتطبع بس القيم، بس مش اكتر من كده. فعملت فانكشن سميتها برنت كول كوليكشن يعني، وهتستقبل مني اول حاجه سترينجز او الارجيومنتس سترينجز سميته كده، وده نوعه ايه؟ قلت له كوليكشن، كوليكشن بقى اوف سترينجز، كوليكشن اوف ايه؟ سترينج. فده نوع الداتا الداخليه. اول حاجه اعملها اعمل لاين، طبعت برنت لاين كده خط كده، وهعمل ايه بقى؟ هقول له بص احنا هنعمل ايه، هعمل فيرب اسميه وورد ان سترينجز. فكل مره الورد ياخد اول حاجه في الكوليكشن، ثاني حاجه في الكوليكشن، ثالث حاجه في الكوليكشن، وهكذا، وكل مره اطبع الورد دي بس. فبكده انا هعمل ايه؟ يبقى كده يبقى ده فاكرين فكره البوليمورفيزم، تعدد الاشكال اللي كانت موجوده في الاوبجكت اورينتد. انا بعمل حاجه زي كده دلوقتي من خلال مين؟ الكوليكشن اللي هم اللي هي الاصل الفانكشن الاساسيه اللي هم عاملينها، وبكده تبقى الدنيا بالنسبه لي سهله بقى. فهعمل فانكشن سميتها مين، والفانكشن دي عملت فاريبل او فال امبس ليست. امبس ليست قلت له ليست اوف، ودي طريقه ببني بيها الليست خلاص من الكوتلين دوت كوليكشنز. ليست اوف، وممكن اعملها جينريك وممكن احط القيم بشكل مباشر. قلت له ليست اوف وهحط القيم بشكل مباشر خلاص. قلت له سبور كوما كحيل مثلا، كوما مهيمن، تمام كفايه. عملت فيها ثلاث قيم، وهقول له ايه؟ برنت كوليكشن. احنا عندنا بقى برنت كوليكشن كول اللي بتاعتنا دي الفانكشن بتاعتنا، وابعت لها بقى الايه؟ الامب ليست اللي احنا لسه عاملينها، الامبس ليست اللي هتتبعت في الفاريبل اللي اسمه سترينجز او الارجمنت او البارامتر اللي اسمه سترينجز. وعملت بقى فال تاني، بس هعمله بقى مش امبس ليست، هعمله امبس ست، النوع التاني اللي هو زي بعضيهم، وعرفنا الفروق واحنا بنعرفهم قبل كده. فقلت له ست اوف بدل ليست اوف، وخليهم نفس القيم مش مهم. وي برنت كول ورن، مره بعتنا الايه؟ الامبس ليست، ومره بعتنا الامبس ست. اول واحده بعت لي حذف لي القيم، تاني واحده حذف لي القيم برضو وطبعها، ومفيش اي ايه اي مشكله، بسبب ان الايه الكوليكشن ده جينيريك وهم وارثين منه، مفيش اي ايه اي مشكله.